عن استمرار الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد العميد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. سيادة العميد، مرحبا بكم. هجمات صاروخية شبه يومية على المنطقة الخضراء، مع ذلك لم تسجل هذه الهجمات أي أضرار حقيقية، إذا بماذا تفسر هذه الهجمات سيادة العميد؟ حياك الله أخي الكريم. سيد الكريم، أخي بالنسبة لأمريكا اختارت مناطق جغرافية حيوية سواء من الجانب العسكري أو الاقتصادي، وصنعت الإرهاب في هذه المناطق ثم وظفت أدوات محلية لتعزيز الإرهاب المصنع، وبعد ذلك انتهجت سياسة التخادم بين قواتها وهذه الأدوات. لذلك نرى قصف متبادل بين الميليشيات الموجودة في العراق والقوات الأمريكية على مواقع كما ذكر تقريركم تم إخلاءها مسبقا ودون خسائر تذكر. فواشنطن بعد مقتل قاسم سليماني مارست في العراق لعبة الحرب التي هي عبارة عن تمرين تعبوي بقطعات عسكرية مسيطر عليه من قبل إدارة التمرين المتمثلة بالبنتاغون. نعم. ولكن شظايا هذا التمرين تتساقط على رؤوس العراقيين الذين أبتلوا بخصمين متحاربين إعلاميا ومتفقين ضمنيا. لذلك هذه الهجمات الميليشياوية التي اتصفت بالاستمرارية والتي سادفت معسكرات تواجد قوات أمريكية وخطوط الدعم اللوجستي لم نرى أنها تصف جندي أمريكي واحد، وعليه فهي مجرد رسائل إعلامية في حقيقتها تخادم ميليشياوي أمريكي بسلاح يتحرك بحرية وتحت سلطة القانون الميليشياوي الذي يحكم ويتحكم في البلاد. طيب سيادة العميد، لماذا السفارة الأمريكية هي دوما هدف هذه الصواريخ الدعائية؟ ما السبب في ذلك؟ أخي لو أخذنا السفارة الأمريكية من حيث الموقع الجغرافي هي موجودة في بغداد. طيب. ثانيا لديها مساحة كبيرة مترامية على نهر دجلة. هذه الخاصتين تجعل منه أنه أي استهداف ميليشياوي لهذا الموقع ينتشر إعلاميا، أيضا يكون انعكاسه بالنسبة للقوات الأمريكية واضح من خلال استخدام منظومات الدفاع الجوي الأمريكية التي تم انفتاحها في هذه المنطقة. لذلك تركز الميليشيات على استهداف هذا الموقع لأنه يخدمها إعلاميا، وكذلك يخدم القوات الأمريكية أنها تصدت لهذه الصواريخ، ولكن الخاسر الوحيد هي الأهالي الذين يسكنون قرب هذه المنطقة. سيادة العميد، ألا ترى أن هناك رسائل ما ترسل من قبل إيران من خلال يعني القصف شبه اليومي على مناطق السفارات داخل المنطقة الخضراء؟ ما هي الرسائل؟ هو بالتأكيد هنالك صراع قوتين موجود في العراق. نعم. وهي متمثلة بالاستراتيجية الأمريكية والإيرانية. هذا الصراع أحدهم يناغم الآخر ولكن دون أن يجتازوا الخطوط الحمراء. إيران تتحارش ميدانياً في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق السلاح الميليشياوي الذي هو فوق سلطة القانون فوق سلطة الحكومة. لذلك ترسل رسائل ضمنية بأنه محافظة على هذا الصراع لكن دون أن تجتاز الخطوط الحمراء، وخاصة في هذا الوقت الذي يشهد الركود الأمريكي بسبب الانتخابات الرئيسية الأمريكية. من بغداد العميد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، شكرا جزيلا لكم.